هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نفرق ما بين الجيرديا لامبليسيست وواحده من اشهر الكومنسلز اسمها كايلوماستكس ميسنيلي. من علامات الجيرديا لامبليسيست انها اوفال ان شيب، بالاضافه لبعض العلامات زي مثلا واحده من الفور نيوكلياي ات وان بول، اكزوستايل قاسمها بالطول، سيستول زي الهاله بيظهر هنا كمان معانا اكزوستايل. هنا بنشوف مع بعض سيستول وكمان الاكزوستايل اللي قاسمها بالطول. هنا بنشوف السيستول اللي عامل زي الهاله وكمان الفور نيوكلياي بنشوف منهم اتنين جيرديا لامبليسيست. ودلوقتي نبدا مع كايلوماستكس ميسنيلي اللي تعتبر كومنسل وبالتالي مش هنكتبها في التقرير بتاعنا. بتتميز انها ليها ليمون شيب، يعني شكل الليمونه، بيكون عندها فلاجيلا زي ما احنا شايفين في السهم الاسود وعندها سنجل نيوكلس ات وان سايد، واللي بتكون على عكس الجيرديا لامبليا اللي بتكون اوفر ان شيب وعندها فور نيوكلياي ات وان بول. بتظهر عندنا تاني الكايلوماستكس ميسنيلي. ودي نهاية النص النهاردة، أشوفكم على خير.